في سورة المائدة آيات تتحدث عن مشهد من مشاهد سيرة النبي موسى عليه السلام، وأرجو من الأخوة والأخوات أن ينتبهوا إلى هذه الآيات، وإن كانت هي آيات متعددة، ولكن من المهم كي نفهم فكرة هذه المحاضرة أن نستوعب ما في هذه الآيات الشريفة. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي لا أملك إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الشريفة تستعرض جانباً من سيرة النبي موسى عليه السلام، هذه السيرة المليئة بالأحداث والمليئة أيضاً بالمفارقات. هذه السيرة طويلة عريضة في القرآن الكريم، ولكن هذه الآيات الشريفة تناولت مقطعاً من تلك السيرة، ذلك المقطع الذي يخص الفترة التي أعقبت خروج موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل من أرض مصر إلى الأرض المباركة أرض فلسطين. وعلى الرغم من كل المعاجز والآيات التي شاهدها وعايشها بنو إسرائيل في أرض مصر، إلى الدرجة التي أننا نجد أن السحر الذين جاء بهم فرعون آمنوا فوراً عندما شاهدوا تلك المعجزة التي صدرت من النبي موسى عليه السلام لوضوح دلالتها على أنها من عند الله سبحانه وتعالى وأن فعلاً هذا نبي الله، فأعلنوا إيمانهم. وأراد فرعون أن يعذبهم وقال لهم سأقطع أيديكم وأرجلكم، قالوا لا نبالي افعل ما شئت لقد آمنا. لاحظ، سحرة، ناس في حالة طاعة لفرعون واستجابة لأوامره ينقلب حالهم. لماذا ينقلب حالهم؟ لماذا؟ لأن الآية كانت واضحة، هذه آية واحدة، فما بالك بأن ينشق البحر، كل فرق كالطود العظيم كالجبل الضخم، كل شق من شقي البحر كجبل ضخم. ثم يأتي بنو إسرائيل ويعبرون هذا البحر بسلام آمنين، يعبرون إلى الضفة الأخرى، ثم هذان الشقان يرجعان إلى ما كان عليه ليغرق فرعون وجيشه وجلاوزته. كل هذا وهم يعايشون ويرون ويعاينون
هذه الآيات والمعاجز. مع كل هذا، هل آمن بنو إسرائيل في ذلك الوقت؟ هل آمنوا بموسى عليه السلام إيماناً حقيقياً؟ بل هل آمنوا بالله عز وجل بالمستوى الذي امتلكوا مع هذا الإيمان ثقة بالله سبحانه وتعالى، اطمئنان للوعود التي يعدهم الله عز وجل بها؟ هل تحول إيمانهم بنبوة موسى إلى طاعة عملية على الأرض، فيقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة؟ وكيف تدخلون؟ التي كتب الله لكم، هذه الأرض لكم. كل ما هو مطلوب منكم أمر واحد، كل ما هو مطلوب أن تتقدموا للأمام، وستجدون أن هذه الحصون المنيعة وأن هؤلاء الرجال الأقوياء الذين يقفون في وجهكم سينهارون أمامكم. هذا هو وعد الله عز وجل، كتب الله لكم ذلك. خذوا مني هذه الكلمة وصدقوا أن ما أقول لكم حق وأنه من عند الله عز وجل. هل آمنوا؟ هل نفذوا؟ أبداً، امتنعوا وقالوا لموسى عليه السلام ما قالوه، لم يستجيبوا ولم يدخلوا الأرض المقدسة، بيت المقدس القدس، هذه الأرض التي كانت تحت حكم المشركين في ذلك الوقت. قال الله عز وجل لموسى ولمن معه ادخلوا هذه الأرض، فصدح موسى عليه السلام بهذا الأمر، ولكنهم امتنعوا عن التنفيذ وعبروا عن ضعفهم، عن ضعف إيمانهم بالله، عن عدم ثقتهم بالله، عن عدم طاعتهم لنبيه عليه السلام. عبروا عن أنهم يمتلكون من نقاط الضعف ما لا يستطيعون معه أن يفعلوا شيئاً في هذه الحياة. عبروا عن أن هذا العدو هو بمستوى من القوة بحيث لا يمكن لنا أن نغلبه. تغافلوا عن حقيقة أن كل قوي يمتلك من نقاط الضعف ما يستطيع الإنسان الضعيف أن يهزمه أو يؤذيه على الأقل من خلاله، ولكن كل ما هو مطلوب أن ندرس نقاط الضعف عند هذا القوي ونستفيد من ذلك في تحقيق الغاية. عبروا عن هزيمتهم أمام انقساماتهم القبلية التي كانوا يعيشونها، 12 قبيلة، قالوا نحن غير متفقين فيما بيننا، نشعر بالضعف من خلال ذلك، وبالتالي كيف يمكن لهؤلاء أن يحققوا نتيجة إيجابية؟ ولذا بلغت بهم الوقاحة أن خاطبوا نبيهم عليه السلام بعد هذا الوعد وبعد كل تلك المعاجز، قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ألست تقول لنا أن الله على كل شيء قدير؟ اذهب مع هذا الذي على كل شيء قدير وقدموا لنا بيت المقدس، قدموا لنا الأرض المقدسة على طبق من ذهب. وتخيلوا من بين كل هذا الجمع، حسب النص التوراتي أن عددهم كان 600,000 شخص الذين خرجوا مع موسى، 600,000 إنسان. الآن إذا هذا الرقم مبالغ فيه كما يقال، على الأقل فإن عددهم هو عشرات الآلاف. من بين عشرات الآلاف ممن كانوا مع موسى عليه السلام لم يستجب له، لم يبلغ، مع هارون عليه السلام طبعا، لم يبلغ من الناس ذلك المبلغ من الثقة بالله عز وجل سوى رجلان فقط، يوشع بن نون وكالب بن يوفنى، فقط هذان كانا يمتلكان من الإيمان الحقيقي والثقة بالله والوعي والبصيرة ما جعلهما يستجيبان لموسى.
وإذ أصر بنو إسرائيل، هكذا تقول لنا الآيات، وإذ أصر بنو إسرائيل على عدم الاستجابة لهذا الأمر، وبلغت بهم الوقاحة أن يقولوا لموسى عليه السلام اذهب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، أن الله عز وجل كتب عليهم، هناك كتب عليهم أن يدخلوا الأرض المباركة المقدسة لينعموا ما شاءوا من نعيمها. الآن كتب الله لهم أمرا آخر، وهو أن يعيشوا في تيه الصحراء 40 سنة، أملا في أن يتغير هذا الجيل ويأتي جيل آخر مؤمن يمتلك ثقة بالله عز وجل، طاعة لنبيه، أن يمتلك وعيا وبصيرة، وأن يعرف نقاط قوته ويعرف نقاط ضعف القوم الجبارين الذين كانوا يحكمون تلك الأرض ويتحصنون بحصونها، وحين ذاك يحققون ذلك الأمر الإلهي ويدخل الأمر المقدس أرض المقدسة. وهذا ما حصل فعلا على يد يوشع بن نون بعد وفاة موسى عليه السلام. الآن لو قلبنا الصورة في هذا الزمان، ألا تنطبق الآيات بشكل واضح علينا كعرب ومسلمين وعلى بني إسرائيل، ولكن بصورة مغايرة معاكسة بالضبط؟ هم الآن الذين يتحصنون في الأرض المقدسة، في الأرض المباركة، هم الآن الذين يمثلون الطغيان والجبارين، قوما جبارين، هم الآن الذين يمثلون الفساد في الأرض. وفي المقابل حمل الله عز وجل العرب والمسلمين في هذا الزمان مسؤولية تخليص هذه الأرض المباركة وهذه الأرض المقدسة من دنس هؤلاء الصهاينة المغتصبين. في ذات الوقت الذي أنعم الله عز وجل علينا نحن بكل النعم المختلفة، نعم لا تحصى، كما قال لبني إسرائيل أنعمت عليكم وتمتلكون من أسباب القوة ما تستطيعون به أن تحققوا ذلك النصر. اليوم العرب والمسلمون يمتلكون وامتلكوا عبر الزمان وورثوا من أسباب القوة ما يستطيعون من خلاله أن يحققوا النصر، ولكن المؤسف أن غالبية العرب والمسلمين يعيشون هذا الشعور بالضعف الناتج من عدم الإيمان الحقيقي بوعد الله عز وجل، من عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى. كلما جاء للمسلمين، كلما جاء للعربي من يريد أن يخرجهم من هذه الحالة وأن يعيشوا هذه القضية بصدق، ولو على المستوى السياسي فقط لا المستوى العسكري، ولو على المستوى السياسي، بل حتى أضعف الإيمان على مستوى التعبير وإحياء ذكرى اغتصاب الأرض، حتى على هذا المستوى كلما جاءهم رجل يدعوهم إلى ذلك أداروا له ظهره واتهموه بالمصلحية وبالتكسب الشخصي، وقالوا له نحن متفرقون فيما بيننا، تماما كما كان يقول بنو إسرائيل، كانوا يقولون نحن متفرقون منقسمون إلى قبائل، هذا ضعف. اليوم أيضا العرب والمسلمون يقولون نحن متفرقون، نحن منقسمون، نحن ضعفاء، نحن لا نملك أسباب القوة، إن فيها قوما جبارين، اذهب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لذا كما كتب الله عز وجل على بني إسرائيل أن يتيهوا 40 سنة أملا في أن يأتي الجيل الذي يؤمن بالله، يثق بالله وينفذ أمر الله عز وجل، كتب الله علينا كمسلمين وكعرب
أن نعيش التيه ليس فقط لأربعين سنة وقد تجاوزت السنوات ذلك بكثير، إلى أن يشاء الله عز وجل، إلى أن يأتي الجيل الذي فعلا يمتلك من الإيمان ويمتلك من القوة ويمتلك من الثبات ويمتلك من الوعي ويمتلك من البصيرة ما يستطيع من خلاله أن يحقق ذلك. كتب الله علينا التيه، تيه الهوية، نحن في أوطاننا ولكن نعيش تيه الهوية وتيه المسيرة وتيه التخطيط للمستقبل. وقد جاءت نداءات الإمام الخميني رحمه الله للقضاء على الكيان الصهيوني الغاصب وتحرير الأرض المقدسة كنداء موسى عليه السلام، إذ قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، دون أن يجد استجابة حقيقية إلا من فئة قليلة. ومن هنا تأتي أهمية إحياء ذكرى يوم القدس العالمي الذي أطلقه الإمام الخميني ليمثل أضعف الإيمان في ليمثل أضعف الإيمان في مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني وعدوانه المستمر ومخططاته الشيطانية، لتبقى القضية حية رغما عن كل الجهود التي تبذل لتجعلها طي النسيان وتعتبرها قضية خاسرة لا سبيل معها إلا قبول الأمر الواقع والخضوع للإرادة الصهيونية والاستكبارية. وبانتظار اليوم الذي نشهد فيه تحقق أمنيات المخلصين بخلاص الأرض المقدسة من دنس المحتلين وإرجاع الحق إلى أصحابه وزوال الكيان الغاصب إلى الأبد، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، إله الحق وخالق الخلق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه صلاة الجمعة من ركعتين، ولا تنسوا فضل الدعاء من حين نزول الخطيب من المنبر إلى إقامة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن.